بسم الله الرحمن الرحيم. تحليل نص الكنيسة نورت المقررة على طلبة الثانوية العامة. السؤال الأول: من الكاتب وماذا تعرف عنه؟ الإجابة: الكاتب إبراهيم أصلان، عاشق المكان والزمان، هو واحد من كتاب جيل الستينات في مصر، ولد بقرية شبشير الحصة التابعة لمركز طنطا محافظة الغربية. نشأ وتربى في القاهرة وتحديدا في حي إمبابة والكيتكات، ومن أشهر أعماله القصصية بحيرة دية ليل. أما رواياته فهي مالك الحزين، عصافير الجنة، حجرتان وصالة. حصل على جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 2003 وجائزة كفافيس الدولية عام 2005. قيل عنه إنه يكتب ما يعيشه ويعيش ما يكتبه، ويكتب بلغة عربية فصحى بها طعم العامية، أو يكتب بالعامية التي لها طعم الفصحى. السؤال الثاني: ما الفكر الرئيسة التي يدور حولها النص؟ الإجابة: الفكر الرئيسة التي يدور حولها النص: الفكرة الأولى، رمضان شهر الفرحة لكل المصريين. الفكرة الثانية، رمضان شهر الوحدة الوطنية. الفكرة الثالثة، ذكريات مدفع الإفطار. الفكرة الرابعة، تهنئة وسؤال. تحليل الفكرة الأولى: رمضان شهر الفرحة لكل المصريين. يقول الكاتب: زمان كان النهر مكشوفا للعيان، وزمان كان أهالي إمبابة يقضون سهراتهم طوال شهر رمضان على طول شاطئه الممتد، يغادرون الحواري ويحملون الحصر والأواني، الأولاد يلعبون وهم يتسامرون ويشربون الشاي ويجمعون حوائجهم ساعة السحور ويعودون. اللغويات: زمان هو الوقت قل أو كثر، والمقصود العصر الذي انتهى، جمعها أزمن وأزمنة. النهر المقصود به نهر النيل، جمعها أنهار وأنهر ونهر. مكشوفا أي ظاهرا وواضحا، مضادها مختفيا ومحتجبا ومستورا. للعيان أي للمشاهد أو للناظر. إمبابة هي منطقة شعبية شمال الجيزة أقام فيها الكاتب لفترة. يقضون أي يمضون. شاطئه أي جانبه وضفته، جمعها شواطئ وشطآن. الممتد أي الطويل المنبسط، مضادها المنحصر الضيق. يغادرون أي يتركون ويخرجون، ومضادها يمكثون. الحواري مفردها حارة، وهي جمع غير دقيق، والصواب الحارات. الحصر مفردها الحصيرة، وهي البساط الصغير المنسوج من سيقان البرد أو الخوص. الأواني هي الأوعية والصحون، مفردها آنية. يتسامرون أي يتحدثون ليلا. حوائجهم أي أغراضهم ومتعلقاتهم، مفردها حاجة. ساعة أي وقت، جمعها ساعات وساع وسواع، مادتها سوعة. السحور هو الوقت آخر الليل قبيل الفجر، والمراد قبل تناولهم طعام السحور. الشرح: في لحن وطني شجي رفيع المستوى عميق الدلالة، عبر الكاتب المصري إبراهيم أصلان عاشق المكان والزمان عن عراقة الوحدة الوطنية بين أبناء مصر من شركاء الوطن والأرض واللغة والفكر والحوار والرؤى والمستقبل والأمل. وفي سيمفونية عذبة التوقيع وبريشة مصور فنان مبدع، استطاع الكاتب رصد الحالة الوطنية التي يتداخل فيها النسيج الإسلامي والمسيحي بصورة رائعة مع قدوم شهر رمضان المبارك، حيث يهنئ المسيحيون أشقاءهم المسلمين لقدوم الشهر الفضيل. فرصد بعدسته البسطاء والفقراء والطيبين من أهالي حي إمبابة في الزمن الجميل، أيام كان نهر النيل متاحا للجميع، فلا تحجبه مبان شاهقة أو أسوار وزمان. نجد أهالي إمبابة يغادرون في ليالي شهر رمضان حواريهم حاملين الحصر والأواني وحوائجهم الأخرى
ليقضوا سهراتهم طوال شهر رمضان المبارك على شاطئ النيل الساحر الممتد، وأولادهم يلهون ويستمتعون، أما هم فحديثهم وسمرهم ممتد طوال الليل، يتبادلون فيه أكواب الشاي حتى تجيء ساعة السحور، فيجمعون حوائجهم ويعودون إلى منازلهم. مواطن الجمال، الأساليب. في الفقرة جاءت خبرية للوصف والتقرير، وهذا ما يلائم فن القصة القصيرة. الخيال، كان النهر مكشوفا للعيان، كناية عن الفراغ الممتد قبل الزحام وقبل التعدي على النهر وضفته، فلم تكن تحجبه مبان شاهقة ولا تعديات، وكان الاستمتاع بالنهر متاحا للجميع. وسر جمال الكناية الإتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل عليه في إيجاز وتكسيم. كان أهالي إمبابة يقضون سهراتهم طوال شهر رمضان على طول شاطئه الممتد، كناية عن ارتباط الأهالي الشديد بالنيل في سهراتهم الرمضانية. وفي قوله يغادرون الحواري وهم يحملون الحصر والأواني، كناية عن الخروج للتنزه والاستمتاع بليالي رمضان. وكلمة الحواري مجاز مرسل عن المنازل، علاقته الكلية وسر جمال المجاز الدقة والإيجاز. هناك نقد حيث يعاب على الكاتب استخدامه لجمع خطأ وهو الحواري، والصواب أن جمع حارة حارات فقط. في قوله الأولاد يلعبون، كناية عن الفرحة والسعادة. وفي قوله وهم يتسامرون، كناية عن المودة وحميمية العلاقة بين أهالي إمبابة. وفي قوله ويجمعون حوائجهم ساعة السحور ويعودون، كناية عن انتهاء السهرة الرمضانية والعودة إلى المنازل. سر جمال الكناية الإتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل عليه في إيجاز وتكسيم. السؤال الثالث، رسم الكاتب في الفقرة السابقة صورة كلية لأهالي إمبابة وأولادهم احتفاء بشهر رمضان، وضح ذلك. الإجابة، بالفعل رسم الكاتب صورة كلية لأهالي إمبابة وأولادهم احتفاء بشهر رمضان، خطوطها الفنية حركة نشعر بها في يغادرون، يحملون، يلعبون، يعودون، صوت نسمعه في يلعبون ويتسامرون، لون نراه في النهر، الشاطئ، الحصر، الأواني، وساعة السحور. المحسنات، هناك اطباق بين يغادرون ويعودون يبرز المعنى ويوضحه ويقويه بالتضاد، وهناك السجع والازدواج الذي يعطي الكلام جرسا موسيقيا في قوله الأولاد يلعبون وهم يتسامرون. التعبير، علل. بداية الكاتب بكلمة زمان ثم تكرارها بعد ذلك. الإجابة، البداية بكلمة زمان توحي بارتباط الكاتب الشديد بالجذور والماضي الذي لا ينسى، وللإيحاء بضرورة التمسك بالقيم والأصالة التي قد تكون غابت عنا حينا في زمننا الحاضر. وكررها الكاتب للتأكيد على شدة التعلق بكل ما في الماضي من قيم أصيلة وذكريات طيبة عطرة افتقدناها في عصرنا الحديث. السؤال الخامس، تشير كلمة زمان إلى مبدأ من مبادئ القصة القصيرة، وضحه. الإجابة، كلمة زمان تشير إلى مبدأ التكثيف والتركيز في القصة القصيرة، حيث إنها تحمل مدلولات كثيرة أغنتنا عن كلمات عديدة توضح الفارق بين الماضي والحاضر والشخصيات قديما والآن والعادات إلى آخره. السؤال السادس، على ما يدل تكرار الكاتب للفعل كان على امتداد النص؟ الإجابة، للتأكيد على الأخلاق الجميلة الطيبة والوشائج الطيبة التي كانت تربط بين أبناء الوطن قديما. السؤال السابع، أيهما أجمل، أهالي إمبابة أم سكان إمبابة ولماذا؟ الإجابة، التعبير الأول أجمل لأنه يوحي بالجو الأسري الجميل الذي فيه مودة ومحبة وألفة ودفء العلاقات بينهم، فكأنهم كالعائلة الواحدة زمان. استخدام الأفعال المضارعة، يقضون ويغادرون ويحملون ويلعبون ويتسامرون ويشربون ويجمعون ويعودون، يفيد تجدد واستمرار الاستمتاع بليل رمضان وسهراته المميزة.
الفكرة الثانية: رمضان شهر الوحدة الوطنية. كانت عائلة العم منصور المسيحي تجاورنا سواء في البيت أو في قاعدة الشاطئ، وكانوا يساهمون في القروش القليلة التي يجمعها الأولاد من أجل تزيين الحارة، ولا يفطرون إلا مع الآذان، وكنا نتبادل ألواح الصاج التي نرص عليها الكعك والبسكويت والغريبة، ونتبادل حملها إلى الفرن القريب، ونظل حتى الصباح حيث يعود كل منا بألواحه، ونتبادل الزيارة يوم العيد. اللغويات: عائلة أي أسرة، جمعها عائلات وعوائل. العم هو أخ الأب، جمعها أعمام وعمومة. تجاورنا أي تسكن قربنا وتلاصقنا في السكن وتتاخمنا، مضادها تبتعد عنا. سواء أي متساويان، جمعها أسواء وسواسية. قاعدة الشاطئ الجلوس على شاطئ النيل، والشاطئ هو الضفة. يساهمون أي يشاركون. القليلة أي البسيطة، جمعها القليلات والقلائل. يجمعها أي يحصلها، ومضادها يوزعها ويفرقها. تزيين تجميل وزخرفة وتنميق، ومضادها تقبيح وتشويه. يفطرون أي يأكلون ويتناولون طعام الإفطار في رمضان، مضادها يصومون ويمسكون. الأذان هو نداء الصلاة، وهنا أذان المغرب. الصاج طبق معدني يخبز عليه أو الصينية، مفردها صاجة. نرص أي نرتب، والكعك هو مخبوز من الدقيق، مفردها كعكة. نتبادل نتشارك. والفرن آلة الخبز أو الطبخ أو التنور، جمعها الأفران. الصباح هو الوقت أول النهار، جمعها أصباح، ومضادها المساء. الشرح: يتحدث الكاتب عن الروح الطيبة الجميلة التي تربط بين المسلمين والمسيحيين من أبناء هذا الوطن، من خلال ذكر عائلة العم منصور المسيحي التي تجاورهم في البيت، والتي تتشارك معهم في كل مظاهر الاحتفاء والاحتفال بقدوم شهر رمضان الفضيل، من جلوس على الشاطئ في ليالي رمضان، ومن إسهام تلك العائلة المسيحية في تزيين الحارة ببعض من القروش القليلة التي يجمعها الأولاد لشراء أدوات الزينة الرمضانية، وإصرارهم على الإفطار مع أذان المغرب في مشاركة وجدانية ومادية رائعة. ثم تبادل ألواح الصاج التي يرص عليها الكعك والبسكويت والغريبة، وتبادل حملها إلى الفرن القريب، وليظل الصبية مسلمين ومسيحيين ينتظرون حتى الصباح أمام الفرن حيث يعود كل منهم بألواحه وقد خبزت، ثم تبادل الزيارة يوم العيد للتهنئة بقدومه. السؤال الثامن: أوضحت الفقرة السابقة حميمية علاقة المسيحي بأخيه المسلم ومشاركته الوجدانية له، أذكر مظاهر ذلك. الإجابة: بالفعل تتضح الحميمية والمودة في الجلوس على شاطئ النيل معا في السهرات الرمضانية وغير الرمضانية، المشاركة في تزيين الحارة، الإصرار على الإفطار مع المسلمين وقت أذان المغرب، وتبادل الهدايا والتهنئة بحلول العيد. مواطن الجمال: الأساليب في الفقرة جاءت خبرية للوصف والتقرير، وهو ما يلائم فن القصة القصيرة. الخيال: كانت عائلة العم منصور المسيحي تجاورنا سواء في البيت أو في قاعدة الشاطئ، كناية عن قوة الروابط الإنسانية والمساواة التامة والأخوة بين عنصري الأمة. وكانوا يساهمون في القروش القليلة التي يجمعها الأولاد من أجل تزيين الحارة، كناية عن المشاركة الوجدانية الرائعة، فأفراحنا وأعيادنا واحدة. وفي قوله تزيين الحارة استعارة مكنية، حيث صور الكاتب الحارة بعروس تجمل وتزين، وسر جمال الصورة التشخيص، وتوحي بالفرحة والسعادة والبهجة بحلول شهر رمضان. ولا يفطرون إلا مع الأذان، كناية عن مراعاة واحترام مشاعر الصائمين المسلمين والمشاركة الوجدانية الرائعة التي تدل على قوة الروابط بيننا. كنا نتبادل ألواح الصاج ونتبادل حملها إلى الفرن، كناية عن العمل المشترك في إعداد الكعك والبسكويت والغريبة،
والصورة تظهر المحبة الصافية بين أبناء الوطن الواحد. وفي قوله نتبادل الزيارة يوم العيد كناية عن قوة الروابط الإنسانية بين عنصري الأمة، فالأعياد واحدة. المحسنات الكعك والبسكويت والغريبة مراعاة نظير تثير الذهن. التعبير. السؤال التاسع: أيهما أقوى في أداء المعنى، العم منصور أم الجار منصور، ولماذا؟ الإجابة: التعبير الأول أقوى، لأن فيه تأكيد على حميمية العلاقة وقوة الروابط التي تربط بين عنصري الأمة، فكأن العلاقة مع الجار المسيحي كرابطة الدم التي تجمع بين الإخوة الأشقاء. التعبير. السؤال التاسع: أيهما أقوى في أداء المعنى، العم منصور أم الجار منصور، ولماذا؟ الإجابة: التعبير الأول أقوى، لأن فيه تأكيد على حميمية العلاقة وقوة الروابط التي تربط بين عنصري الأمة، فكأن العلاقة مع الجار المسيحي كرابطة الدم التي تجمع بين الإخوة الأشقاء. السؤال العاشر: أيهما أقوى في أداء المعنى، العم منصور المسيحي أم العم منصور، ولماذا؟ الإجابة: التعبير الأول أقوى، لأن فيه تأكيد على عمق الروابط والعلاقات بين أبناء الأمة مسلميها ومسيحييها، وذوبان وانعدام لكل الفروقات بيننا. السؤال الحادي عشر: على ما يدل تعبير الكاتب عائلة العم منصور المسيحي يساهمون في القروش القليلة؟ الإجابة: يدل على محبة ومودة رائعة تظهر في التبرع بالقروش القليلة من أجل الزينة الرمضانية، فعلى الرغم من الفقر الواضح إلا أن عائلة العم منصور حرصت على المساهمة والمشاركة في فرحة المسلمين بقدوم رمضان، فالمصريون أفراحهم وأتراحهم واحدة، ولا يفطرون إلا مع الأذان، أسلوب قصر عن طريق النفي بلا والاستثناء بإلا للتخصيص والتوكيد. وفي قوله ألوان الصاج التي نرص عليها الكعك والبسكويت والغريبة، تعبيرات مأخوذة من لغة الحياة المعاصرة لمزيد من الواقعية ولجعل لغة القصة قريبة إلى قلب القارئ. نرص عليها الكعك والبسكويت والغريبة أسلوب قصر بتقديم الجر والمجرور عليها للتخصيص والتوكيد، واستخدام الفعل المضارع نتبادل يدل على تجدد واستمرار تلك العادات الرائعة بين عنصري الأمة، وأيضا تكرار نتبادل للتأكيد على المشاركة الوجدانية. الفكرة الثالثة: ذكريات مدفع الإفطار. من أكثر صور تلك الأيام التصاقا بذاكرتي وذاكرة أبناء جيلي من أهالي المنطقة صورة انتظارنا مدفع الإفطار على شاطئ النهر. كنا نتجمع عشرات الأولاد على الحافة، وكان الشاطئ الممتد ينتهي بانحناءة تحت كوبري إمبابة الكبير، وداخل هذه الانحناءة كان مدفع رمضان الرابض لا يبين منه شيء، لذلك لم نكن ننظر إلى هناك، بل كانت عيوننا مصوبة في ترقب عبر النهر إلى مبنى شبه مختف وراء الأشجار هناك في حي الزمالك، ويكون النهر طافحا والماء مثقلا بطمه الفوار، وتكون الدنيا صيفا والبلح الأحمر طلع، وتظل عيوننا معلقة بذلك المبنى شبه المختفي. فجأة تضاء نوافذه النحيل المتباعدة عبر الفروع والأغصان، حينئذ نهلل جميعا في غناء موقع: الكنيسة نورت، الكنيسة نورت. ومع ذلك النور المحمر في النوافذ والغناء يطلق المدفع الرابض عند انحناءة النهر طلقة قوية لها صدى، حينئذ نميل بأجسادنا إلى هناك ونرى دخانها الكثيف الأبيض وهو يغادر مخبأه ويروح يسرح كثيفا على سطح الماء. اللغويات: التصاقا أي ارتباطا والتحاما، وتعلقا مضادها انفصالا. ذاكرة قدرة النفس على الاحتفاظ بالتجارب السابقة واستعادتها. جيلي أي أهل زماني أو هو ثلث القرن يتعايش فيه الناس معا، جمعها أجيال. الحافة الناحية والطرف والجانب، والمراد شاطئ النيل جمعها حواف. انحناء ميل وانعطاف، مضادها استقامة واعتدال واستواء جمعها انحناءات.
كوبري أي جسر، جمعها كبارن، الرابض المقيم والجاسم والمستقر، مضادها المغادر، جمعها الربوض والروابض، يبين أي يظهر، مضادها يختفي ويتوارى، مصوبة أي موجهة ومضادها منصرفة، ترقب أي انتظار وترصد، عبر أي خلال، مختف أي متوال مستتر مضادها ظاهر، طافحا أي فائضا ممتلئا ومضادها خاليا فارغا، الماء جمعها مياه وأمواه، مثقلا أي معبأ ومحملا، طميه أي ما يحمله السيل من طين رطبا أو يابسا، الفوار السائر والمراد الكثير المتدفق مضادها الساكن، الدنيا أي الحياة جمعها الدنا، طلع أي ظهرت بدايته، معلقة أي تنظر في ترقب ومضادها منصرفة، فجأة أي بغتة ومضادها توقعا، المختفي أي المستتر ومضادها الظاهر، النحيلة أي النحيفة الدقيقة ومضادها السميكة جمعها النحائل، المتباعدة البعيدة عن بعضها ومضادها المتقاربة، حينئذ أي في ذلك الوقت أو وقتئذ، نهلل أي نهتف ونرفع الصوت، نصيح في فرح، المضاد نهمس، غناء موقع أي غناء متناغم إيقاعي، نغمات منظمة مرتبة، نورت أي أضاءت، صدى الصدى هو رجع الصوت وترديده جمعها أصداء، الكثيف أي الكثير المتداخل مضادها الرقيق جمعها الكساف، يغادر أي يترك ومضادها يبقى، مخبأه أي مكان اختبائه وجمعها مخابئ، يروح أي يذهب، يسرح أي ينتشر ويتحرك. الشرح: ثم يتذكر الكاتب مشهدا من المشاهد العالقة بذاكرته وذاكرة أبناء جيله من أهالي منطقة إمبابة خاصة، ولا تريد أن تمحي أو تفارق مخيلته أبدا، لحظة انتظار عشرات الأولاد انطلاق مدفع الإفطار على شاطئ النهر الخالد. يتذكر الكاتب شاطئ النيل الممتد بانحناءته تحت كوبري إمبابة الكبير، وداخل هذه الانحناءة يستقر مدفع رمضان الذي لا يظهر منه شيء للرأي، ولذا كانت أنظار الصبية تتجه عبر النهر إلى مبنى شبه مختف وراء الأشجار في حي الزمالك، ومع أيام رمضان الصيفية حيث النيل يفيض بمائه العذب ومثقل بطميه الذي يظهر في الماء، ومع حرارة الصيف تطل عناقيد البلح الأحمر على شاطئ النيل، وعيوننا ما زالت مصوبة تجاه ذلك المبنى المختفي المظلم، وفجأة تأتي اللحظة التي يترقبها وينتظرها الأولاد، حيث تضاء نوافذ هذا المبنى النحيل المتباعدة عبر الفروع والأغصان، ليتهلل الجميع في غناء وإيقاع نغمي واحد: الكنيسة نورت، الكنيسة نورت. ومع نور الكنيسة المحمر في النوافذ والغناء يطلق مدفع الإفطار طلقة قوية لها صدى، ونحاول أن نميل بأجسادنا إلى هناك لنرى ذلك المشهد، ولكن ما نراه هو دخان تلك الطلقة الكثيف الأبيض، وهو يغادر مخبأه ويروح يسرح كثيفا على سطح الماء. السؤال 12: ما المشهد الذي لا يفارق ذاكرة الكاتب وذاكرة أبناء جيله؟ الإجابة: المشهد لحظة انتظارهم أذان المغرب وانطلاق مدفع الإفطار على شاطئ النيل تحت كوبري إمبابة. السؤال 13: لماذا كانت أنظار الصبية تتجه إلى النهر ومبنى الكنيسة شبه المختفي وراء الأشجار في حي الزمالك؟ الإجابة: الأنظار كانت تتجه إلى النهر ومبنى الكنيسة شبه المختفي وراء الأشجار في حي الزمالك لأنه عندما ينطلق مدفع الإفطار تضاء نوافذ ذلك المبنى، فيتهلل الجميع في غناء جماعي موقع: الكنيسة نورت، الكنيسة نورت، فرحا بمجيء وقت الإفطار. السؤال 14: على ما يدل حرص الكنيسة على إنارة مصابيحها وقت آذان المغرب وإطلاق مدفع الإفطار؟ الإجابة: يدل على مدى التسامح والمشاركة الوجدانية الرائعة والترابط الجميل الذي يجمع بين عنصري الأمة. السؤال 15: حدد الكاتب زمن قصته ودليله على ذلك، وضح. الإجابة: الزمن هو الصيف، حيث فيضان نهر النيل وظهور البلح الأحمر.
مواطن الجمال الأساليب في الفقرة جاءت خبرية للوصف والتقرير، وهو ما يلائم فن القصة القصيرة. الخيال من أكثر صور تلك الأيام التصاقا بذاكرتي، كناية عن شدة تأثير ذكريات الماضي الجميل في نفسه وتعلقه العظيم بها. على الرغم من كبره، فهي لم تفارق مخيلته على امتداد عمره. انتظارنا مدفع الإفطار، استعارة مكنية حيث صور الكاتب مدفع الإفطار بضيف عزيز ننتظر قدومه بشغف. وسر الجمال التشخيص، وتوحي باللهفة والترقب والفرحة بعد ذلك بسماع مدفع الإفطار وهو ينطلق. وفي قوله كان مدفع رمضان الرابض، استعارة مكنية صور الكاتب مدفع رمضان بأسد مقيم في مكانه. سر الجمال التوضيح، كانت عيوننا مصوبة في ترقب عبر النهر، استعارة مكنية حيث صور الكاتب العيون بأسلحة موجهة نحو الهدف، ويجوز أن تكون كناية عن الاهتمام الشديد والتركيز والترقب. مبنى شبه مختف وراء الأشجار، استعارة مكنية تصور المبنى بإنسان يستتر خلف الأشجار. سر الجمال التشخيص، ويجوز أن تكون كناية عن كثرة الأشجار. يكون النهر طافحا والماء مثقلا بطمه الفوار، كناية عن موسم الفيضان وكثرة المياه المتدفقة. البلح الأحمر طلع، كناية عن الدخول في الصيف أو كناية عن اكتمال نضوج البلح. سر جمال الكناية، الإتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل عليه في إيجاز وتكسيم. تظل عيوننا معلقة، استعارة مكنية فيها تصوير للعين بشيء معلق، وسر جمالها التوضيح، وتوحي بالترقب الشديد. عيوننا مجاز مرسل عن الإبصار، علاقته السببية أو الآلية. سر جمال المجاز، الدقة والإيجاز. عيوننا معلقة، كناية عن الترقب والانتظار والتلهف. نوافذه النحيلة، استعارة مكنية حيث صور الكاتب النوافذ بفتيات النحيلات. سر الجمال التشخيص، وفي قوله حينئذ نهلل جميعا، كناية عن سعادة الكل وفرحتهم بانطلاق المدفع الوشيك وحلول موعد الإفطار. الكنيسة نورت، مجاز مرسل عن المصابيح، علاقته المحلية. سر جمال المجاز، الدقة والإيجاز. يطلق المدفع الرابط طلقة قوية، استعارة مكنية فيها تصوير للمدفع بمقاتل يطلق طلقة قوية. سر الجمال التشخيص، وفي قوله دخانها الكثيف الأبيض وهو يغادر مخبأة، استعارة مكنية صور الكاتب الدخان بإنسان أو بمقاتل يخرج من مخبئه. وسر الجمال التشخيص، ويروح يسرح كثيفا على سطح الماء، كناية عن انتشار الدخان بكثافة أعلى ماء النيل. المحسنات، خلت هذه الفقرة من المحسنات البديعية. التعبير في قوله من أكثر صور تلك الأيام صورة انتظارنا، أسلوب قصر بتقديم الخبر شبه الجملة من أكثر صور على المبتدأ صورة انتظارنا للتأكيد والتخصيص. وفي قوله صورة انتظارنا مدفع الإفطار على شاطئ النهر، إطناب عن طريق التفصيل بعد الإجمال في كلمة أكثر صور تلك الأيام. لا يبين منه شيء، أسلوب قصر بتقديم الجار والمجرور منه للتخصيص والتأكيد في ترقب، يوحي باللهفة الشديدة لانطلاق مدفع رمضان. الفروع والأغصان، إطناب بالترادف للتأكيد. الكنيسة نورت، تكرارها إطناب لتأكيد السعادة والفرحة، وتكرار كلمة الكنيسة مرتين يوحي بالتعايش السلمي والتسامح بين عنصري الأمة مسلميها ومسيحييها. وفي قوله يطلق المدفع الرابط عند انحناءة النهر طلقة قوية، أسلوب قصر بتقديم شبه الجملة عند انحناءة النهر للتخصيص والتوكيد. الفكرة الرابعة، تهنئة وسؤال. والصديق إدوار الخراط اتصل يقول كل سنة وأنت طيب، وأنا سألته عن اسم تلك الكنيسة التي كان يمكن رؤيتها من إمبابة زمان، وهو قال إن الزمالك حيث يقيم لا يوجد بها إلا كنيسة العذراء بالمرعشلي. قلت لم أعد أراها، قال ربما أن المباني حجبتها.
اللغويات: الكنيسة مكان العبادة للديانة المسيحية جمعها كنائس، العذراء أي البكر البتول جمعها العذارة وعذار وعذراوات ومضادها السيب، حجبتها أي وارتها وأخفتها مضادها أظهرتها وكشفتها. الشرح: هنا يحلل الكاتب جماليات الرؤية والذكريات من خلال سؤاله صديقه الكاتب الكبير إدوار الخراط وهو يهنئه بقدوم شهر رمضان المبارك عن اسم تلك الكنيسة، فيجيبه بأنها كنيسة العذراء بالمرعشلي بالزمالك. وهنا يعقد الكاتب المفارقة بين الماضي النبيل وبين الواقع المرير المزدحم بالمباني الضخمة المرتفعة التي يراها الكاتب وقد حجبت هذا المشهد العظيم. السؤال 16: قارن الكاتب بين الأجيال من خلال شخصه وصديقه إدوار الخراط، وضح. الإجابة: كلاهما خبير بطقوس دينه، عارف بعباداته وشعائره. الكاتب إبراهيم أصلان عليم بشهر رمضان والصوم والأذان والإفطار، والكاتب إدوار الخراط عليم بأسماء الكنائس ومواقعها، وهما يتبادلان المعرفة بين سؤال وجواب بقدر تبادلهما التهاني في المناسبات. السؤال 17: على ما يدل ذكر شخصية الصديق إدوار الخراط المسيحي في نهاية القصة؟ الإجابة: يدل على التأكيد على مضمون القصة من وجود وحدة وطنية رائعة تربط بين المصريين، وأننا نسيج واحد على مر التاريخ، فما يجمعنا ويوحدنا يتضاءل أمامه أي شيء يفرقنا. مواطن الجمال: الأساليب جاءت خبرية للوصف والتقرير الذي يلائم فن القصة القصيرة. الخيال: الكنيسة التي كان يمكن رؤيتها من إمبابة زمان، كناية عن اتساع ووضوح مجال الرؤية لقلة المباني على شاطئ النيل قديما. قلت لم أعد أراها، إن المباني حجبتها، كناية عن كثرة المباني الشاهقة عالية الارتفاع والتي حجبت الرؤية حديثا. سر جمال الكناية الإتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل عليه في إيجاز وتكسيم. المحسنات: هناك المقابلة بين يمكن رؤيتها ولم أعد أراها التي تبرز المعنى وتوضحه وتقويه بالتضاد. التعبير: الصديق إدوار الخراط اتصل يقول كل سنة وأنت طيب، تعبير يدل على المودة والمحبة والمشاركة الوجدانية بين أبناء الأمة على اختلاف عقائدهم. لا يوجد بها إلا كنيسة العذراء، أسلوب قصر بالنفي لا والاستثناء إلا، وبتقديم الجر والمجرور بها للتخصيص والتأكيد. إن المباني حجبتها، أسلوب مؤكد بإن، والإطناب بالترادف في لم أعد أراها وحجبتها للتأكيد. السؤال 18: قد تشتمل القصة القصيرة على حوار قصير، فما الدور الذي يمكن أن يؤديه الحوار؟ الإجابة: قد يكون الحوار عاملا من عوامل الكشف عن الفكرة المراد التعبير عنها والتأكيد عليها، وحوار كاتبنا مع صديقه يؤكد عمق العلاقة بين أبناء الأمة. التعليق على النص: السؤال 19: من أي فنون النثر هذا النص؟ الإجابة: من فن القصة القصيرة. السؤال 20: ما مفهوم القصة القصيرة؟ الإجابة: القصة القصيرة هي فن أدبي نثري له طابعه الفني الخاص يتميز بقصره كما يدل على ذلك اسمها، وهو يكتفي بتصوير جانب واحد فقط. السؤال 20: ما سمات القصة القصيرة من خلال فهمك لهذه القصة؟ الإجابة: القصة القصيرة عمل فني يتميز بإحكام البناء والقصر، محدودة الشخصيات، قليلة الأحداث، قصيرة المدى الزمني غالبا، التعبير فيها يتسم بالإيجاز، فكل وصف مقصود وكل عبارة لها دلالتها. فهذه القصة مكونة من كلمتين فقط: الكنيسة نورت، تحمل الرسالة القاص في إيجاز وتوكيد وإيماء بالغ.
السؤال 22، ما الفرق الواضح بين القصة القصيرة والرواية؟ الإجابة: الرواية تنظر إلى الحياة من جميع الأقطار، ولذلك تتعدد الشخصيات والأحداث وتتداخل الأزمان وتتباين. أما القصة القصيرة فينظر كاتبها من زاوية واحدة إلى شخصية واحدة في عمل واحد ومكان واحد وإيقاع سريع وتأثير مكثف قوي. السؤال 23، ما الذي رصده الكاتب في هذه القصة؟ الإجابة: رصد الكاتب الحالة الوطنية المميزة التي يتداخل فيها النسيج الإسلامي المسيحي بصورة رائعة مع قدوم شهر رمضان المبارك، حيث يهنئ المسيحيون أشقائهم المسلمين بقدوم الشهر الفضيل، ويشاركونهم سهراتهم على شاطئ النيل وتزيين الحارة بأدوات الزينة، وإصرارهم على الإفطار مع الأذان، وتبادل ألواح الصاج التي يرص عليها الكعك والبسكويت والغريبة، وتبادل حملها إلى الفرن القريب، ثم يبدأ تبادل الزيارة يوم العيد، وفي النهاية تبادل التهنئة من الكاتب إدوار الخراط مع الكاتب إبراهيم أصلان. السؤال 24، ما هدف الكاتب من هذه القصة؟ الإجابة: الهدف أن يعرض لنا صورة رائعة عن عراقة الوحدة الوطنية بين أبناء مصر من مسلمين ومسيحيين، شركاء الوطن والأرض واللغة والفكر والحوار والرؤى والمستقبل والأمل. السؤال 25، ما المحور الذي تدور حوله تلك القصة، وما الذي يؤكد هذا المحور؟ الإجابة: المحور هو فكرة وحدة الشعب المصري على مر التاريخ، ذلك الشعب الذي لا يعرف التفرقة بين مسلم أو مسيحي، حيث يعيش الجميع على ضفاف نهر النيل الخالد وعلى أرض مصر المعطاءة منذ فجر التاريخ، والذي يؤكد ذلك أن مصر عاشت بهلالها وصليبها في تكامل وطني رصين، تطالب بالحرية والاستقلال خلال ثورة 19 بقيادة سعد زغلول، واستمر الرباط الوطني بين أبنائها بنفس القوة، وهذا الذي جعل كاتبنا يلتقط خيوطها ليسرد حولها قصته القصيرة. السؤال 26، أظهرت القصة تجانس كل الأجيال والأعمار في حب مصر؟ الإجابة: تتجانس كل الأجيال والأعمار في حب مصر من خلال الناشئة من الصبية والبنات مسلمات ومسيحيات، فالكل يشارك في تزيين الحارة وانتظار الأذان والإفطار وفي صنع الكعك والبسكويت، ثم يتجمع العشرات على حافة النهر وتتجه الأنظار إلى مصدر الضوء الخافت انتظارا لأذان المغرب وإضاءة الكنيسة. السؤال 27، بما تميزت قصة الكنيسة نورت من حيث الشخصيات والأحداث؟ الإجابة: تميزت بمحدودية الشخصيات والأحداث، فالمحرك الأساسي للأحداث هو الراوي، وتظهر في نهاية القصة شخصية صديقه المسيحي الشخصية الثانوية للتأكيد على مضمون القصة. السؤال 28، تبدو دقة الكاتب في سرده القصصي والضحة؟ الإجابة: بالفعل، فلقد رسم لنا لوحة دقيقة وصف فيها النور المحمر في نوافذ الكنيسة لحظة انطلاق مدفع الإفطار وما يصدر عنه من دخان أبيض كثيف، والمدفع يغادر مخبأه والدخان يسرح كثيفا على صفحة مياه النهر العظيم. السؤال 29، ما مدى ارتباط عنوان القصة بمضمونها؟ الإجابة: ارتبط مضمون القصة بالعنوان المكون من كلمتين الكنيسة نورت، فالعنوان بالغ الدلالة على الوحدة الوطنية الرائعة عميقة الجذور بين عنصري الوطن، من حيث المشاركة الوجدانية والتواصل الدائم في كل المناسبات والأحداث، وعبر الكاتب عن هذه المشاركة الرائعة بإنارة الكنيسة لأضوائها في موعد ضرب مدفع الإفطار في رمضان. السؤال 30، تهدف القصة القصيرة إلى توصيل انطباع محدد للمتلقي، فما الانطباع المأخوذ عن القصة؟ الإجابة: الانطباع المحدد المأخوذ عن القصة هو المشاركة الوجدانية اللافتة للنظر لمسيحي الوطن في الاحتفال برمضان، ثم تتوالى الدلالات المعبرة عن طبيعة الشخصية المصرية والعادات والتقاليد التي تجمع بين المصريين جميعا دون النظر إلى أي اعتبارات، وهذه المشاركة تصل بنا إلى انطباع محدد هو أن ما يجمعنا ويوحدنا يتضاءل أمامه
أي شيء يفرقنا؟ السؤال 31، ما الاتجاه الفكري للكاتب كما فهمت من القصة؟ الإجابة الاتجاه الوطني. السؤال 32، ما مدى ارتباط القصة بقيم المجتمع وأعرافه؟ دلل. الإجابة، ترتبط القصة ارتباطا وثيقا بقيم المجتمع وأعرافه، حيث تسلط الضوء على قيم المجتمع الوطنية والاجتماعية من خلال إبراز حميمية العلاقة بين عنصري الأمة، والتي تظهر واضحة في الاحتفاء بقدوم شهر رمضان والمشاركة في سهراته وصنع الكعك والبسكويت والغريبة وتبادل الزيارات والتهنئة. السؤال 33، ما الذي حرص الكاتب على التركيز عليه في سطور قصته؟ الإجابة، ركز الكاتب على فكرة المشترك الإنساني بين الأديان السماوية التي ضرب فيها المصريون بسهم وافر منذ مجيء الفتح الإسلامي لمصر على يد عمرو بن العاص في عهد الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث جاء بجيش قوامه 6000 جندي وبنى الفسطاط مقرا للولاية الجديدة التي أمن أهلها من الإخوة المسيحيين الذين أدركوا سماحة الإسلام ووسطية المسلمين بما نشروه من روح الأخوة والمساواة والتصالح والسلام، وإذا بجيش عمرو يتضاعف عدده خلال مساره من الفسطاط إلى الإسكندرية ليتجاوز 12000 جندي ممن أسلموا معه وشاركوه رحلته المباركة. السؤال 34، كيف عاشت مصر منذ الفتح الإسلامي؟ الإجابة، عاشت مصر نسيجا متداخلا بين مسلميها ومسيحييها، وكأنها تحيي مرارا ذكرى العهدة العمرية التي منحها عمر بن الخطاب لأهالي القدس لأن يقيموا شعائرهم وعبادتهم ويحافظوا على ثوابتهم ومقدساتهم، لا يؤذى منهم أحد ولا يروع في دينه ومعتقده. السؤال 35، ما سمات أسلوب الكاتب؟ الإجابة، سمات أسلوبه التحرر من المحسنات البديعية، وضوح الأفكار، سهولة الألفاظ، رشاقة العبارة، الميل إلى الإيجاز والتركيز، استخدام بعض الألفاظ العصرية. أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الثانوية العامة، كانت معكم دعاء الجندي متمنية لكم كل التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.